بعدين موضوع الجماهير، انا مش عايز اقول لحضرتك يعني احنا الامن المصري، مش طبعا. عشان انا خريج وزاره الداخليه وزاره الداخليه، انا بكلمك ان الامن حريص جدا ان كل ملاعب مصر تبقى مليانه بجماهيرها، لكن هو الوضع طبيعي خطوات متلاحقه كده عشان توصل للعدد اللي احنا فيه. لكن انا بقول لك بعد نجاح اللي احنا شفناه في الاحتفاليه بتاعه تسميه درع الدوري، لا يعني كل ابناء وزاره الداخليه يتمنوا ان استاد القاهره واستاد السلام وكل الملاعب والمارين العرب تبقى على الاقل 20 الف 30 الف. يا واحنا ريت. شفنا في ماتش الاهلي في المغرب في كاس العالم، في كاس الانديه الافريقيه، شفنا استاد القاهره كان فيه 50 60 صح الف صح صح متفرج. فالموضوع مش موضوع امني، يعني الامن ما عندوش اي مانع، لكن انا بكلم حضرتك بعد غيبه الجماهير دي ان بقى في مراحل في وجود الجماهير. فانا بقول لحضرتك ان شاء الله باذن الله تنسيقا مع الجهات الامنيه، يعني اعتقد ان الموسم القادم هيضاعف العدد اللي موجود، وخاصه ان الجماهير كانت ظهرت بصوره مشرفه خلال الموسم المقضي ده. طيب، ده امر مهم جدا، لكن لسه ما فيش موافقات رسميه بخصوص العدد اللي هيتم تحديده للموسم الجديد ده، لسه سابق لان الاوان. لسه ما حددتش اصلا تمام، الجدول الدوري، حلو. وانا بقول لحضرتك برضو ايوه يعني ان جدول الدوري الموسم القادم هيكون افضل بكثير من الموسم ده، اه واعتقد ان الكابتن عامر طبعا الخبير في المسابقات هيعمل جدول محترم من اول اسبوع لاخر اسبوع. ام الناس بتقول لك طب ليه مصر دايما جدول الدوري غير منتظم؟ ام لان احنا البطولات الافريقيه هي اللي بتحدد لك الجدول بتاعك، يعني بعد ما بتعمل صح الجدول صح وبيعملوا لك من اول اسبوع لاخر اسبوع، لكن بيطلع بعد كده ماتشات الاهلي والزمالك وبيراميدز وكده ماتشات افريقيه، فبتضطر وغصب عنك انك انت تاجل للانديه دي، فبيتلخبط الجدول، ليس قصور من المسؤول او من الحاج عامر حسين تحديدا يعني. تمام. طيب، بالعودة لموضوع درع الدوري السنة دي، السؤال ده مهم جدا. هل الرابطة استلمت الدرع من نادي الزمالك بطل الدوري الموسم الماضي واللي قبله ولا لسه؟ لا انا بصراحه لا، يعني هو اتبعت لنادي الزمالك، ايوه، لكن نادي الزمالك بعت الدرع ولا لا انا ما اعرفش، لكن انتوا يعني بقى خطبتوا نادي الزمالك. ده الوضع الطبيعي انك انت في اخر اسابيع الدوري بتقول ايا كان. لما كان النادي الاهلي بطل الدوري برضه كان بيتاخد منه الدرع، الموضوع ده عادي جدا. ولو تفتكر انت حصل ازمه كده لما درع الدوري جبناه من النادي الاهلي وقال لك ده مش عارف مين اللي جابه، يعني الموضوع ده بيكثر الكلام فيه دايما في التوقيت ده، لكن الموضوع اصلا واخد اجراءات طبيعيه جدا ومفيش اي فيها اي مشكله باذن الله. تمام، ده امر مهم. طيب، ايه اللي بتفكر فيه رابطه الانديه المحترفه عشان تحاول ان هي يعني تخلي الدوري المصري افضل كجوده فنيه، كجوده اخراجيه، كبنيه تحتيه، في امور كتيره جدا جدا تتعلق بالمنتج بتاعنا نفسه؟ احنا عندنا ما شاء الله المواهب، اعتقد حضرتك تتفق معايا في حاجه زي كده، عندنا في